اما خطاب الكراهيه التي تتبناه حضرتك استاذ محمد تجاه الكرد خطاب غير مقبول. انا ما عندي كراهيه، انا معروف ما عندي كراهيه اخوي، ودعتك ما عندي ودعتك لا لا خطاب كراهيه، كلامك كان بيسم. احنا دائما كرد بالعكس، في جزئيات كلامك بالعكس تجاه الكرد ابدا، ولا عندك معلومات. صبر، انت تتكلم انت فواد، انت تتكلم كيف وتصفط حكي، ما عندك معلومه اخي، لا عندك معلومه دستوريه، لا ما عندك معلومه على الارض. بعد اللي تهجم على الكرد وشوى سمعه الكرد وشوى سمعه حكومه الاقليم جفاء لا اصل ولا اساس. مع جل احترامي الاستاذ محمد العقيلي، يبدو انه غير مطلع على الدستور العراقي بي 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 يعني بي بحذافيرها. في الصلاح في الدستور العراقي هناك صلاحيات الاقاليم وهناك صلاحيات السلطه الاتحاديه. في الماده 100 الماده الدستوريه استاذ محمود، انت ذكرتها انا نفيتها لان هي ما موجوده. انطيك الماده الدستوريه اللي صبرك هسه انطيك اللي تحب القوات العراقيه تدخل على الاقليم، انا نفيتها. صبرك اذا هي موجوده انت تذكر لي. انطيك سيد خويلد، انطيك يلا انطيك. تكلمت حضرتك وسمحت لك تتكلم بحريتك وما قاطعتك. واقليم كردستان لم يكن يوما ياوي مقلوبين لا ايرانيين ولا تركي اتراك ولا غير ذلك. ما كانوا موجودين هنا، كانوا في زمن صدام حسين هم الموجودين هنا. اسمح لي استاذ محمد، خلي حصتك خلي كمل فكرته استاذ محمد. نعم استاذ محمد. الموجودين في الاقليم من معارضه ايرانيه ومعارضه تركيه موجودين في مناطق نائيه، ومن ادخلهم الى العراق ادخلهم العرب العراقيين ابان حكم صدام حسين الى هذه المنطقه لمناهضه ايران ولمناهضه تركيا واستخدامها كاوراق ضغط. لم يكن الكرد جزءا من هذا التدخل، انما العرب العراقيين اللي كانوا يتداولون السلطه في العراق وكانوا يحكمون العراق هم من ادخلوا المعارضه الايرانيه والتركيه الاراضي العراقيه وادخلوهم في مناطق نائيه لاستخدامها كورقه ضغط تجاه ايران وتركيا. ثانيا قضية المادة 121 لا يجوز صلاحية القوات الأمنية في إقليم في المادة في المادة اسمح لي اسمح لي اسمح لي اسمح لي اسمح لي بعد الأسماء جبت لهم مساعدات إنسانية اسمح لي اسمح لي لا 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 كلامه غير دقيق كلامه غير دقيق. ما عندك معلومة استاذ محمد؟ لا بعد 2003 ما عندك معلومة أصلا. صبرك صبرك أصلا ما عندك معلومة. صبرك أنت لا تخليني. صبرك ما عندك معلومات. لا حبيبي ما عندك معلومات. صبرك تتكلم أنت فواد، أنت تتكلم كيف وتصفط حكي. ما عندك معلومة أخي، لا عندك معلومة دستورية، لا ما عندك معلومة على الأرض. بعد اللي تهجم على الكرد وشوى سمعة الكرد وشوى سمعة حكومة الإقليم جفاء لا أصل ولا أساس. تتكلم في الدستور، هناك صلاحية دستورية، هناك صلاحيات الأقاليم، هناك السلطة الاتحادية، هناك كيفية استخدام الأمن في الإقليم. ما قاطعتك لأنك ليس على حق، لذلك تتدخل في الجزء المخصص للكلام. تتدخل في الجزء المخصص للكلام لأنه غير على غير حق. كمل فكرتك. في الماده 121 من الدستور الخامسه انا بدي اقول لك اوضح لك الصلاحيه. استاذ محمد لا حبيبي ماكو حقيقه تتكلم من عندك. خلص وقتي استاذ. سويت ورا 92 سويت ورا لا لازم اكمل الفكره. لازم اكمل الفكره استاذ على السريع رجاء على السريع. لازم اكمل الفكره استاذ نجم على السريع رجاء. في الماده 121 خامسه من الدستور تختص حكومه اقليم كردستان بتنظيم وانشاء قوات الامن الداخلي بما في ذلك الشرطة والأمن وحرس الإقليم. هذا موجود في المادة صلاحية الإقليم موجودة في المادة 105. في المادة 110 ثانيا في المادة 110 ثانيا في صلاحيات الحصرية للسلطة الاتحادية تستخدم القوات الأمنية حصرا للدفاع عن العراق ولا تستخدم لا يجوز استخدام هذه القوات سياسيا لفض نزاع سياسي ولخلاف بين الحكومات والمحافظات حكومات الاقاليم. هذا غير موضوع. ارجع الى الماده. هذا مو نزاع سياسي. ثانيا في الماده اسمح لي في الماده 9 الف اولا في الماده 9 الف اولا من الدستور ايضا يعني لا يسمح للقوات الاتحاديه ان تتصرف في فضل النزاعات الداخليه او الا بطريقه عن طريق المجلس النواب العراقي وبطريقه سليمه. اما ما تتكلم عنه حضرتك يبدو انك متاثر بالنظره الشموليه. حبيبي احنا ما نتحدث عن المشاكل داخل اقليم كردستان عند الكرد ابدا. احنا نتحدث عن الطريقه خارج عن القانون وخارج عن سيطره اقليم كردستان. انت وقتي على جزءا من ضرب الامن القومي الايراني ولا جزءا من ضرب الامن القومي في تركيا. على العكس لدينا علاقات وطيدة مع الجمهورية الإسلامية، لدينا علاقات وطيدة مع تركيا، أعتذر منك مع بغداد ولدينا تنسيق تام. أعتذر منكم هذا ضيوف الخطاب الكرام. أما خطاب الكراهية التي تتبناه حضرتك استاذ محمد تجاه الكرد خطاب غير مقبول. أبدا ما عندي كراهية، أنا معروف ما عندي كراهية أخوي،
وداعتك ما عندي. لا 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 خطابك الرئيس كلامك كان بيسم. احنا دائما كرد بالعكس. في جزئيات كلامك كان بيسم تجاه الكرد. ابدا ولا سم هاي من عندك انت. مشغله بداعش مشغله بداعش وان انت تفرق للكرد. يا سلام جاي كيفك تجي تقول لا لا حبيبي لا لا. ليش الكرد كيف بتجي تقول هذا زمن ولا الشاغلين. هذا زمن ولا لا انت ولا غيرك. احنا القدره على التعامل مع اقليم كردستان. الجانب العلمي يعني سادات حق دستوري لدينا خلوني أختم. سيد محمد الأجيالي من بغداد، سيد محمود خوشتاو من أربيل، دكتور محمد صدقيان من طهران، شكرا لكم، انتهى الملف.